إذن وصلنا وإياكم إلى فقرات التغذية والصحة والجمال. لهذا الصباح نتحدث عن خل التفاح، إكسير الصحة والجمال. أنا أحياناً خل التفاح بستخدمه على السلطة، يعني كلنا بنعرفه بس على السلطة، بس أفضل الخل الأبيض أكثر من الخل التفاح. ممكن بعد هذه الفقرة نغير رأينا حمية إذا لما نتعرف على فوائد خل التفاح. بيخسر؟ ناس كثير شايف انه بينزل خلص سنستخدمه يوميا يعني، ولكن برضه بالمقابل له مضر في المعده، ممكن يجيب قرحه، يجيب صحيح الناس اللي عندهم ممكن شويه معده حساسه. اوردت مجله ايلي الالمانيه ان خل التفاح يعد بمثابه اكسير الصحه والجمال من قمه الراس الى اخمص القدمين، حيث انه يمتاز بمفعول مطهر ومضاد للبكتيريا، فيما يلي نظره على اهم استخدامات خل التفاح. بداية قشرة فروة الرأس، حمير يحارب خل التفاح جفاف فروة الرأس ويقلل من الحكة ويقيم من العدوى ويحد أيضا من تكون القشرة، ولهذا الغرض يتم تدليك فروة الرأس بخل التفاح بلطف بعد غسل الشعر ثم يتم شطفه. بالإضافة إلى ذلك يكسب خل التفاح الشعر لمعانا وبريقا جميل. ممكن الناس يستخدموه بدل كريمات وزيوت مثلا مرة أنا ما أنصحش بهذه الحاجات. نعم أنا بعرف عن هذا الاستخدام الجمالي اللي خلي التفاح إنه للقشرة، ولكن مع المية أكيد لازم نخلطه، مش فقط خلي التفاح لأنه ونسبة قليلة جدا لأنه هذا قوي على فروة الرأس، لازم مع المية يكون، وبعدين بنغسل الشعر فيه وبتبان النتيجة من أول استخدام. جميل. إذن حنتكلم أيضا عن أنه مفيد في تبييض الأسنان وبيحارب خل التفاح تلون الأسنان ويعيد إليها بيضها الناصع، ولهذا الغرض يتم غسل الأسنان بكمية وفيرة من خل التفاح مع مراعاة شطف الفم بعد ذلك جيدا وعدم الإفراط في الكمية المستعملة أو مدة حتى الاستخدام كي لا يهاجم الحمض من الأسنان. لازم نكون حذرين جدا بالتعامل مع أي شيء للأسنان. نعم. سواء ليمون، بتحدث الليمون ببيض الأسنان، أو الخل لازم كميات قليلة وبين فترات طويلة، يعني ممكن مرة بالأسبوعين أو مرة حتى بالشهر يفضل، لأنه مينا الأسنان بتضرها هذه الحك الخارجي بالأحماض. جميل. هذه المينا بعدين بتأثر على حساسية السن وقوة السن. أيوة بالضبط. تأكل بعدين شوية حاجة باردة أو حاجة دافية بتحس بألم في سنك، بألم بالأسنان. أيضا خل التفاح يقي من حروق الشمس ويعتبر بمثابة طوق إنقاذ عند الإصابة بحروق الشمس، حيث أنه يساعد على تجدد البشرة بشكل سريع وعلى تخفيف الألام أيضا، ولهذا الغرض يتم الاستحمام في ماء فاتر مضاف إليه 250 مللتر من خل التفاح و100 مللتر من زيت جوز الهند و100 مللتر من زيت اللافندر. نعم. أيضا من فوائد أنه يحد من الشامات ويحد خل التفاح من مظهر الشامات، ويمكن تحقيق ذلك من خلال غمس قطعة من القطن في خل التفاح ثم تثبيتها على الشامة بواسطة لاصقة طبية 3 مرات يوميا على الأقل، مع مراعاة تجديد قطعة القطن وغمسها في خل التفاح طازج 3 مرات في اليوم مثل ما تكلمنا. نعم. في ناس بيلجأوا للتجميل للشامات، ولكن هي خل التفاح رح يساعدكم أيضا في التقليل من الشامات، التخلص من الوزن الزائد. هذه هي الفائدة الرابعة أو الخامسة تقريبا لخل التفاح، ويعتبر خل التفاح مفتاح الرشاقة، حيث أنه يعزز عمليتي الهضم والأيض، بالإضافة إلى أنه يحد من النهم الشديد للحلويات، لذا فإنه يسهم في فقدان أو فقدان الوزن أو الحفاظ عليه. يلا جبنا لكم طريقة سريعة لتقليل الوزن. كنا تكلمنا أنه هذا الموضوع هو هذا الخل بيأثر على المعدة، ولكن في موضوعنا السادس أو في الميزة السادسة خل التفاح نتكلم أن له فائدة في تهدئة المعدة، ويسهم خل التفاح في تهدئة المعدة وذلك بفضل احتوائه على البكتين، فمن يعاني من مشاكل في المعدة يمكنه التخلص من تلك المتاعب بشكل سريع من خلال تناول مزيج ملعقتين صغيرتين من خل التفاح مع الزنجبيل الطازج والماء وقليل من عصير الليمون وأيضا العسل. نعم. أيضا من فوائد خل التفاح تنظيم ضغط الدم، ويعتبر خل التفاح حبيب القلب، حيث أنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، وينشط أيضا الدورة الدموية ويمنع انسداد الشرايين. نعم. ممكن حتى الآن يستفاد منه في فقدان رائحة الأقدام أو مقاومة رائحة الأقدام عند الشباب اللي بيعانوا من هذه المشكلة، ويعتبر خل التفاح سلاحاً فتاكاً للقضاء على رائحة الأقدام الكريهة بفضل مفعوله المطهر والمضاد للبكتيريا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال غمس مناديل مرطبة بخل التفاح ثم تدليك الأقدام بها في الصباح وعند أيضاً الحاجة.
نعم، إذا كانت هذه أبرز فوائد خل التفاح، نتمنى أنكم استفدتم منها في هذه الفقرة. ودائما بفقرة الصحة والتغذية والجمال نزودكم بآخر وأجمل وأفيد أيضا المعلومات والنصائح عن المواد الغذائية اللي ممكن تستفيدوا منها في حياتكم.